الحقيقة لما نيجي نبص القرايات هنلاقيها بتتكلم من الأمم هيسبحوا ربنا، والأمم لهم نصيب في ربنا. فهو ما يقصدش مصر بس، لكن يقصد إيه؟ كل الأمم اللي كانوا مرفوضين المسيح لما جه لمصر. مصر كانت عاصمة العالم في الوقت دوت، وكانت تعبر عن الأمم اللي كانوا بيعبدوا الأوثان. فالمسيح لما جه لمصر جه للعالم كله، الأمم، الناس اللي كانوا أمم. عشان كده تلاقوا معلمنا بولس الرسول يقول كده عن النبوات على الأمم. أبسط نبوة اللي احنا بنقولها في المزمور بتاع الغروب، وسبحوا الرب يا جميع الايه؟ الأمم، ولتباركوا كافة أو جميع الشعوب. فسبحوا الرب، إن الأمم هيسبحوا ربنا هم كمان. احنا الأمم لينا نصيب في ايه؟ في ربنا. بس احنا ولاد آدم، والوعد كان لمين؟ نسل المرأة يسحق رأس الحية، كان وعد لأبونا آدم وأمنا حواء، الخلاص للكل. والله حنين جدا على الكل ويحب الجميع. كشف السر ده معلمنا بولس الرسول في رسالته للعبرانيين اللي قالها النهارده، للأسف لأهل روميا اللي اتقالت النهارده. يقول إن المسيح قد صار خادما للختان. خادما للختان يعني الختان اللي هم اليهود، يعني جه عشان يخدمهم، خادم للختان. يقول إيه بقى؟ ليه بقى خادما للختان؟ من أجل صدق الله، لأن ربنا كان وعد مواعيد وهو صادق. وعد إبراهيم، وعد داود بمواعيد، وعد الأنبياء. فالله صادق، نفذ وعده لليهود. طب والأمم اللي هم الوثنيين يا رب يبقوا خلاص؟ دول راحوا خلاص؟ لا، يقول ايه بالنسبة للأمم؟ يقول وأما الأمم فيمجدون الله من أجل الرحمة. يمجدون الله من أجل الإيه؟ يبقى ما اهتمام المسيح ومجيئه للأمم أيضا كان معناه إن الله، رحمة الله الكبيرة للناس اللي ما تستحقش، اللي كانوا بيعبدوا الأوثان. ويقول لنا، وهو بيقول في الإنجيل النهاردة، يقول من مصر دعوت ابني، لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل من مصر دعوت ابني. جت فين دي؟ دي جت في سفر هوشع، هوشع 11. فيقول انه من مصر هيدعي ابنه، يدعي ابن. مين ابنك ده يا ربي؟ في الوقت ده كان بيتكلم عن بني اسرائيل، ولاده، له ولاد في بني اسرائيل كانوا في مصر. يبقى عايز يقول ان في وسط الوثنيين كان له ولاد، في وسط الوثنيين له ايه؟ ولاد. فدايما الله في وسط الشر له ولاد، وما زال الله يدعو ولاده في وسط العالم. يقول العالم قد ودع فين؟ في الشرير، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. طب احنا اولادك يا رب؟ يقول اه، من مصر دعوت ايه؟ ابني. صحيح، هي الايه لما ببساطه كده نبصها، دعا ابنه الايه؟ اللي هو المسيح، له المجد من ارض مصر. لكن مش كده وبس، لا، الايه لها معنى اعمق من كده، اللي هي مين ابنك ده يا رب؟ ولادي اللي في ارض مصر. مجيء المسيح لارض مصر ما كانش عشان فقط الهروب، لأ. ليه؟ المسيح بعد كده يقول إن اليهود حاولوا يقتلوه أو يرموه من على جناح الهيكل، يقول زاغ في وسطهم، ما قدروش يعملوا فيه أي حاجة خالص. المسيح كان ممكن بسهولة إن هو يختفي وهو طفل صغير، ويجي عساكر هيرودس ما يلاقوهوش ويمشوا، زي نسنائيل ما قال له المسيح وأنت تحت التينة أنا إيه رأيتك، أمك كانت مخبياه. أو المسيح له المجد كان ممكن بسهولة زي موسى النبي ما نجاه ربنا ينجو بأي طريقة ما. إيه يا رب الأزمة دي؟ يروح لأرض مصر؟ طب قول له يا رب روح لحتة تانية في إسرائيل بعيدة شوية ما يقدرش يوصل لها هيرودس، أو على الحدود، أو يطلع لسوريا، أو يطلع لأي مكان تاني، أو يختفي شوية وخلاص. لكن مجيء الأرض مصر لها معنى كبير قوي، إنه رايح يدعي ولاده اللي في أرض إيه؟ اللي في أرض مصر، اللي يمثلوا العالم الوثني والأمم، رايح لهم مخصوص. عارفين لما يجي رئيس يروح على حتة يقول لك الصعيد مهمل،
فالرئيس ابتدى يكثف زياراته في الصعيد، يوم المسؤولين والناس كلها يقولوا لازم نهتم بالصعيد ولازم نعمل قد ايه نهضة في الصعيد ولازم ناخد بالنا. اصل الرئيس اهتم بمين؟ بالصعيد. المسيح له المجد لما جه ارضنا ارض مصر، معناها عناية منه ليا ولاد هنا وليا شعب هنا وليا ناس هنا، وهيطلع من هنا قديسين. كنيسة مصر طلعت كنيسة عظيمة مبروكة، لأن المسيح لما جه عشان يدعينا إحنا ولاده. من مصر دعوت إيه؟ دعوت ابني. فالموضوع مش ببساطة بس كده، إن هو جه عشان هربان خايف. هربان فين يعني؟ هربان فين؟ ما المسيح يقدر، محدش يقدر يقرب منه. لو عايز إن هو محدش يقرب منه، محدش يقرب منه. فاكرين ساعة الصليب لما جم عشان يقبضوا عليه، قال لهم من انتوا عايزين مين؟ قالوا له يسوع الناصري، او يسوع الايه من الجليل. قال لهم انا هو. فوقعوا على ايه؟ على وشهم. لكن الله محبته كبيرة، زي ما جه واتولد وبارك شعب المؤمن في اسرائيل اللي كانوا منتظرين خلاص، جه ايضا لارض مصر علشان ايه؟ علشان يبارك شعب مصر، ويبارك الوثنيين اللي في كل الدنيا كلها، شعبه. شعبي، خلي بالكم، شعبي اللي هو بيتقوه بيحبوه. مبارك شعبي مين؟ خلي بالكم، شعبي فيها يه في الاخر خالص، معناه بتوعي، اللي هم ولادي بجد، اللي عايزيني بجد. مبارك شعبي مصر. المسيح له المجد لما جه في وسط الظلمة، عشان كده ايه يقول ارض زبلون وارض نفتالي، الشعب الجالس في الظلمة اشرق عليه نور. ايه يا رب ده؟ ضلمة ضلمة، انت هتروح للضلمة يا رب؟ قال اه، ما انا جاي عشان انور في الضلمة. يبقى جالنا في وسط واحنا اشرار واحنا خطاه، وما زال المسيح يجي لينا واحنا ايه؟ واحنا في خطيتنا. ده رب ده انا في خطيتي وحش، تفتقدني وانا في خطيتي؟ اه. اقول لكم حاجة عجيبة قوي، هو ابونا ادم لما غلط ازاي ربنا يروح له ويكلمه ويقول له ادم ادم اين انت؟ ده خاطي يا رب، كنت نزلت بصعقة من نار كده عليه وعلى راسه وهو وحواء وخلصت منهم. لا، الله حتى لو الانسان خاطي يفتقد في وسط الظلام بتاعه ويتحنن عليه وهو في ظلامه. بلاش ابونا ادم، خدوا قايين قاتل اخوه، حذره قبليها وقال له يوجد خطيه بالباب رابضه ويكون ليك اشتياقها، لكن انت تقدر تسود عليه. ده قبل ما يغلط. وبعد ما غلط جاله تاني، قال له قايين فين اخوك يا قايين؟ عايز يقتاده للتوبه ويعترف بخطيته. قال له انا حارس انا لاخي، وابتدى يرد بطريقه فيها بجاحه على ربنا. لكن الله الحنون يفتقد قايين القاتل الشرير، يمكن يجي منه رجا. فالله يعمل في الظلام. تقولي ده انسان وحش وشرير، اوعى تفقد رجاك في حد، اوعى تفقد الرجا في حد. الله يعمل في الشرير اللي انت بتقول عليه شرير ده، ويعمل معاه. وبعد كده يقول لقايين، قايين لما يرد عليه الرد الوحش ده يقول له انا خايف. خايف يا قايين يا حبيبي؟ طب اعمل لك علامة. يا رب ده ما يستحقش. علامة ايه؟ ما تسيبه يخاف ولا يترعب ولا يبقى يموت في جلده؟ ما يستحق. لكن الله يقول له اعمل لك علامة عشان كل اللي ايه اللي يشوفك ما يقتلكش. ايه يا رب الحنية دي يا رب؟ احنا ساعات ما بنفهمش ربنا، نعرفش قد ايه حنيته وقد ايه افتقاده. لا يشاء هلاك احد. دول وثنيين، دول في ظلام، دول خطاه، دول اشرار. يقول ما جئت لادعو ايه؟ ابرار، ولكن ايه؟ جاي عشان الايه؟ الخطاه. فاذا النور بيجي في وسط الظلام، ويجي عشان يبارك، ولازم هيبارك، بس هيبارك اللي يقبله. هيبارك مين؟ هيبارك اللي يقبله. يقول الذين قبلوا اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد لايه؟ لله. اللي قبلوه، اللي يقبله. النور جه في وسط الظلمة، الظلمة لم تقبله. اما الذين قبلوه فاعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. عشان كده نقبلك ازاي يا رب؟ نقبلك ازاي يا رب؟
تقبلوني ان انتوا تنتبهوا شوية. الله بيهز مصر لو تاخدوا بالكم، يقول في نبوة اشعياء، يقول وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة ايه؟ ها؟ سريعة وقادم الى مصر. فسروا السحابة اللي هي مين؟ مين السحابة؟ فسروها ان هي العذراء من النور. وقادم الى مصر فترجف اوسان مصر داخلها، ترجف اوسان مصر من جهة من وجهه، ويذوب قلب مصر داخلها. يبقى يذوب قلب مصر، مفروض القلب من جوه يدوب، والقلب من جوه يستجيب لعمل الله. مين اللي مش بيحس بعمل الله في حياته؟ اللي رافض ومش عايز النور، مش عايز النور. كنا بنقول الكلام ده ليلة العيد، ساعات لما يكون واحد نايم في الضلمة كده وعايز ينام، وبعدين النور ينور كده في الشبابيك حواليه، يقوم يروح مغمض عينه ويقوم يقفل الشبابيك الشيش كله، ويقولك اقفل كله عشان انام، النور مضايقنا اصل انا عايز انام. ساعات احنا بنعمل كده، بنبقى عايزين ننام، مش عايزين ربنا، مش عايزين نتفاعل لما نحس بيه، مش عايزين نتفاعل، مش عايزين نقوم. يمكن ربنا يأنبك بحاجة، ان سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم. اعمل حاجة بسرعة، لو عملت حاجة واستجبت للصوت بتاعه هيديك اكتر ويفهمك اكتر، ويقودك من مجد المجد، ويقودك من مجد المجد ومن معرفة لمعرفة، وتنمو في معرفة ربنا يسوع المسيح. شبه نفسه بالنور، والنور خلي بالكم لما الفجر يطلع الصبح هتلاقي النور يمتد، يقول ايه، ممتدا على الجبال زي الفجر، هيجي زي الفجر الممتد على الجبال، ويطلع خفيف بخفيف بخفيف، وبعد شوية لما يوصل للظهر تبقى الشمس تطلع تملى الدنيا كلها وتبقى حامية، الشمس ايه تشرق في كل مكان. ابتدى خفيف لكن بالوقت هيحصل ايه؟ يعمق فينا النور جوانا، ويبقى لنا معرفة روحية بجد، ويبقى لنا حب بجد. فاذا الاستجابة مفروض تبقى في استجابة، لما يجي يدعيني انا استجيب كمان. ما انبسطش وافتخر اقول المسيح جه ارض مصر، ونعمل موكب احتفالي كل سنة عشان المسيح جه ارض مصر. طب حلو الموكب الاحتفالي، وحلو الاحتفال، وحلو ده كله، لكن قلبي من جوه ايه؟ مفروض يتهز الاوسان اللي فيه، يقول لي نوت يذوب ايه؟ فترجف اوسان مصر من وجهه، ويذوب قلب مصر داخلها. يبقى كده استفدت منين؟ استفدت انا من ايه؟ من مجيء المسيح. المسيح بيجي لكل واحد فينا، المسيح يأتي لكل واحد فينا، كل واحد بطريقة شخصية بيجي له المسيح وبيكلمه. يقول كده عن الحكمة، ان الحكمة بتنادي. فين الحكمة؟ في امثال 1 وامثال 8 لما ترجعوا للكتاب المقدس، يقول لعل الحكمة لا تنادي، بتقول الجهال تعالوا. فين؟ يقول على في شواهق الجبال، عند أبواب المدينة، في الأسواق، في كل مكان الحكمة بتنادي. سنة أدي صوت، أدي فرصة للصوت أسمعه، أهدى شوية واسمع شوية، وإن سمعت لازم أخد أكشن، أخد قرار، أعمل حاجة. الراجل اللي اسمه فليكس الوالي، اللي سمع من معلمنا بولس الرسول الكلام وهو بيتكلموا عن العفة والتعفف والدينونة، بيقول ارتعب الوالي، وبعد ما ارتعب حصل ايه؟ تاب؟ لا ما تابش. قال له اذهب الان واستدعيك فيما بعد. قفل عينيه، مش عايز النور، قفل الشبابيك، قفل كل حاجة، ما عملش حاجة. كان عايز ياخد رشوة من بولس الرسول عشان يطلقه، وبقى كل شوية يجيبه بعد شوية عايز منه رشوة عشان يطلقه، يقول له ان هو ايه، اديله حاجة يعني. وفي الاخر خالص مشي فليكس الوالي، وجيه بعده والي تاني اسمه فوستوس،
من غير كتاب ما قالش عنه انه تاب. يبقى إذن المسيح يأتي لكل نفس، المسيح يأتي لكل نفس بكل وضع، في ظروف كتيرة بيجي. يعني الظرف ده المسيح ازاي راح أرض مصر؟ هيرودس اضطهد، كان عايز يقتل المسيح له المجد، وبعدين الملاك قال له تروح مصر، في شغل في مصر. اتحول للاضطهاد بتاع هيرودس اللي قتل فيه اطفال بيت لحم. وفي غلطه كده خلي بالكم منها، ساعات الناس بترددها كتير، تقول 144 الف اطفال بيت لحم. لا، مش ممكن يكونوا 144 الف. ليه؟ لان بيت لحم دي كانت بلد ايه؟ قريه صغيره جدا، قريه صغيره، مش معقول فيها 144 الف من سن 0 لسن 2، امال بقى سن 3 و4 و5 و6 وبتاع، اطفال بقى يبقوا قد ايه بقى، والسكان يبقوا قد ايه؟ دي بيت لحم، دي قريه صغيره جدا. فالشر بتاع هيرودس تحول الى خير، وتحول الى دعوه، وده اللي بنشوفه لما تيجي حبه مشاكل، حبه اضطهادات تجي لك او تجي لي او تجي لايه في حياتي، في شغلك، في بيتك، في ظروفك، هنا تلاقوا المسيح في وسط ده كله بيدعيني وبيحولها للخير، لايه؟ لحياتي. يا ريت لما نسمع النهارده من مصر دعوت ابني اقول له انا ابنك ده يا رب، انا ابنك يا رب اللي انت جيت له واللي انت دعيته، وانت بحنيتك بتدعيني كل يوم. كان في وقت من وقت كتاب اسمه والله يدعو، كان ناس مبسوطة بيه قوي، الله يدعو. فالله يدعو كل يوم، الله بيدعو، بس المهم أنا إيه؟ أستجيب أنا كمان. إن سمعتم صوته فلا إيه؟ تقسوا قلوبكم. تقولي ده أنا ظلمة، يقول لك معلش، المسيح بيجي في وسط الظلمة علشان ينور الظلمة وينور الظلام، بس تحس بيه ولا ما تحسش؟ عايزين نشكره النهاردة. الآية الجميلة بتاعت اللي قالها معلمنا بولس الرسول، إن الأمم تسبح ربنا ولها نصيب في ربنا، عايزين يسبحوا بجد النهاردة. يقول سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا جميع الشعوب. نقول له إحنا الأمم اللي بنسبحك النهاردة، وإحنا أولادك اللي في وسط العالم بنمجدك وبنسبحك، وعارفين فضلك وجميلك ومجيئك لينا في بلادنا عشان باركتها، باركت كنيستنا وعملت لنا كنيسة جميلة، الكنيسة الإبطال والزكسية اللي فيها الشهداء ما يتعدوش أعداد وأعداد. لسه كنا بنحتفل أول امبارح ليلة العيد، 5800 شهيد في ليلة واحدة في أخميم. أخميم اللي قالت عليها المؤرخة البريطانية اسمها ميسيس بوتشر، بتقول لما أوصل أخميم أقلع جزمتي وأبوس تراب أخميم، لأن إيه؟ في أخميم قدموا المسيح شهداء، المسيحيين شهداء، زي ما المسيح أحبنا نحن أحببنا المسيح، مش أطفال بيت لحم بس، وأخميم ومصر وكله قدمنا شهداء المسيح حب فيه. نحن نحبك يا رب، نحن يا رب نسبحك يا رب، احنا متمسكين بيك يا رب، زي ما جيت أرض مصر احنا ايه ماسكين فيك، وبنقولك ايه؟ نسبحك يا رب. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الايه؟ الشعوب. رحمته قد ثبتت علينا، أو قد قويت علينا، قد ثبتت أو قد قويت علينا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين. إيه طب ما